الإخوة الضباط والجنود مشاهدين الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج العسكري أبطالنا المغاوير، والذي نقدمه لكم من كلية القيادة والأركان. ونستهل هذه الحلقة بتحية إجلال وإكبار لجنود عمان الأوفياء المخلصين والمرابطين في مختلف مواقع الشرف والواجب وفي كل بقعة من ترى هذا الوطن العزيز. ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعداداً عالياً بكل فروعها وقطاعاتها، وأجهزة أمنية ضمنت استقرار البلاد واحترام المواطنين. فنحن نقدر دورها العظيم في ضمان منجزات ومكتسبات البلاد، ونؤكد على دعمنا لها واعتزازنا بدورها. مشاهدينا الكرام، تولي قوات السلطان المسلحة جل الاهتمام ببناء الفرد العسكري ذهنيا وبدنيا وفق الخطط والمراحل المدروسة، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانات والجهود لتنمية الموارد البشرية وتأهيلها للمشاركة في دفع مسيرة البناء والعطاء والانخراط في صفوف الواجب الوطني المقدس. إن الارتقاء بمستوى الفرد العسكري في قوات السلطان المسلحة تسير بخطى حثيثة ومتواصلة نحو أهدافها الوطنية النبيلة، فحماية مكتسبات ومنجزات النهضة التنموية الشاملة التي غطت كافة ربوع الوطن العزيز ومختلف نواحي الحياة، لمن الأهمية بمكان إدامة المقدرات والإمكانات التي تضمن صونها وحمايتها. ومن هذا المنطلق جاء تشييد وإقامة المنشآت التدريبية والتعليمية في وزارة الدفاع وأسلحة قوات السلطان المسلحة، حيث الكليات والأكاديميات والمعاهد والمراكز والمدارس العسكرية بمختلف التخصصات وبما يتماشى والاحتياجات اللازمة ويلبي الخطط الطموحة. كيف الرجال تعطي الدلائل والأمثال، ثابت عزمهم ولا يزال، نهج قويم من القدم شجعون يكبر الشام. قوات الإعمال السلام ورجال ما ترضى تضام،
للسلطنة سيف حسام لها مواقف في الحسم شجعان يكبر الشيام لنا ذخر الوطن سلطان غيث كل مزن أسس قواعد للزمن وانقال قول كل نتم شجعان يكبر الشيام عد الأمانة في سلام وارفع قدرنا للأمام ورقينا مات الغمام ويدا بيد شعب اعتصم شجعان يكبر الشيام يواب وقفوا مواقف الأسود قادة وضباط وجنود والعمان وفوا بالوعود ووفوا عهدهم والقسم شجعان يكبر الشيام يواب أدوا الأمانة بالتمام عهد اللي قائدنا الهمام هيثم معاه في كل زحام في الحرب عنده والسلم شجعان يكبر الشيم يواب والخاتم جند سند ولسلطاننا هيثم عضد باقي ندايم على الوعد بقوة وعزة وعزم شجعان يكبر الشيم مشاهدينا الكرام، إن التسلح بالمعارف والعلوم العسكرية هو الأساس المتين الذي يقوم عليه الفكر العسكري وعنصره الأكثر أهمية في عصرنا الحاضر، وبقدر ما يكون متكاملا واحترافيا بقدر ما يؤدي دوره ومهامه على أكمل وجه. وقوات السلطان المسلحة بوجه عام وكلية القيادة والأركان على وجه الخصوص أولت هذا الجانب المهم والحيوي اهتماما كبيرا، حيث تضع كلية القيادة والأركان التدريب والتأهيل المعرفي في أعلى سلم الأولويات لديها، وذلك من خلال رفد قوات السلطان المسلحة بالكفاءات البشرية المؤهلة قياديا وإداريا، كما تسعى سعيا حثيثا ومستمرا لتطوير الأساليب المتبعة وتحديث مناهج ومقررات الكلية التي تخضع للتقييم والتدقيق المستمر لتواكب وتنسجم مع المتطلبات العملياتية في مختلف أسلحة قوات السلطان المسلحة. وللحديث أكثر عن كلية القيادة والأركان يسرنا أن نستضيف معنا في برنامجنا أبطالنا المغاوير العقيد الركن جوي أحمد بن محمد المشيخي آمر كلية القيادة والأركان بالوكالة. أهلا ومرحبا بكم سيدي. أهلا وسهلا بكم في كلية القيادة والأركان. نعم سيدي، كما سيكون معنا في الربط المباشر كل من الملازم أول سعيد السعدي والملازم محمد البوسعيدي ليطلعانا عما تحتويه الكلية من مرافق وأقسام. بداية سيدي العقيد الركن جوي أحمد المشيخي، لو نقدم للمستمع الكريم نبذة عن كلية القيادة والأركان. إن الحديث عن كلية القيادة والأركان بقوات السلطان المسلحة يتطلب منا العودة إلى ما قبل 35 عاما عندما وضعت اللبنة الأولى لهذا الصرح الأكاديمي العريق، والتي كانت مع بداية النهضة المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه. فلم يكن بناء الدولة العصرية
بناء عمان العصرية مقتصرا فقط على البناء المادي للبنية الأساسية وللخدمات التي تقدم والتي كان المواطن في أمس الحاجة إليها في ذلك الوقت، وإنما رافق ذلك بناء الإنسان العماني فكرا وعلما وثقافة ليكون قادرا على القيام بمتطلبات المرحلة القادمة وليبني عمان الإنسان والحضارة. الحقيقة أنه النهج الذي سار عليه المؤسس لهذه الدولة السلطان قابوس رحمه الله وطيب ثراه كان يستهدف الإنسان العماني في فكره وقيمه وبنائه البناء الذي يؤهله ليقوم بالدور المنوط به في بناء الدولة العصرية. والحقيقة أن جلالة السلطان هيثم المعظم حفظه الله القائد الأعلى سار على نفس النهج، فهي حلقة متواصلة من الإنجازات لتبقى راية عمان خفاقة عالية. تأسست كلية القيادة والأركان وفق التوجيه السامي للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس طيب الله ثراه عام 1984، وتم تشكيل فريق لإعداد الكلية، وفي عام 1987 استقبلت الكلية الدفعة الأولى من دارسيها وكانوا يمثلون قوات السلطان المسلحة الأسلحة الثلاثة، الجيش السلطاني العماني وسلاح الجيش السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية، وكان عددهم 19 دارسا. وفي عام 1988 وبالتحديد في 11 ديسمبر يوم القوات المسلحة تشرفت الكلية بالزيارة السامية للمغفور له بإذن الله السلطان قابوس طيب الله ثراه لافتتاح الكلية رسميا. وفي عام 1994 استقبلت الكلية أول دارسيها من الدول الشقيقة والصديقة. وفي عام 1997 أيضا تشرفت الكلية بزيارة السلطان جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله عندما كان أمينا عاما لوزارة الخارجية آنذاك. نعم سيدي، ما هي الرسالة والرؤية وكذلك الأهداف التي تسعى لتحقيقها كلية القيادة والأركان؟ تتمثل رؤية كلية القيادة والأركان في تحقيق الريادة في العلوم العسكرية على مستوى كليات القيادة والأركان إقليميا ودوليا. أما الرسالة فهي تزويد الضباط الدارسين بالعلوم العسكرية المختلفة ليكونوا قادة وضباط ركن وفق أحدث الأساليب العسكرية المعمول بها حديثا. تسعى كلية القيادة والأركان لتحقيق مجموعة من الأهداف تتمثل في تعزيز القيم الوطنية لدى الضباط الدارسين وصقل مهاراتهم فيما يتعلق بالبحث والتواصل والتقييم والتحليل، صقل مهاراتهم فيما يتعلق بعمليات العمليات العسكرية المشتركة والتخصصية في مجال العلوم العسكرية، رفع قدراتهم فيما يتعلق بأساليب اتخاذ القرار للعمل في البيئات والظروف المختلفة، توسيع مداركهم فيما يتعلق بالعلاقات الدولية للإلمام بالأحداث الدولية إقليميا وعالميا، تعريفهم بأدوار مؤسسات الوطنية للإلمام بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، توثيق الروابط والصلات مع المؤسسات الأكاديمية والعلمية داخل السلطنة وخارجها. أيضا تقوم الكلية بين فترة أخرى بتحديث منهجها وفقا لمعايير الاعتماد الأكاديمي، وذلك لتحديث وتطوير الأسلوب التعليمي والمناهج التدريبية والتعليمية بما يتوافق مع العلوم العسكرية التي هي بطبيعتها علوم متجددة وحديثة دائما باستمرار. أيضا عملت كلية القيادة والأركان على إدامة الصلة مع جامعة السلطان قابوس ومع بعض الكليات والمعاهد المحلية، وأيضا ربط الصلة والتعاون وتوثيق الصلات مع الكليات العسكرية المناظرة لكلياتنا في الدول الشقيقة والصديقة. والحقيقة تعتبر كلية القيادة والأركان من الكليات تعتبر منارة علمية وأكاديمية في السلطنة يسند إليها تخريج القادة
وضباط الركن. وخلال مسيرة هذه الكلية والتي تجاوزت 35 عاما، خرجت الكلية ما يقارب 3000 من القادة وضباط الركن التي رفدت بهم قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية الأخرى بقادة وكوادر وطنية مؤهلة. والحقيقة تعتبر كلية القيادة والأركان هي المرجع الرئيسي فيما يتعلق بالمفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالعمليات العسكرية والعمليات المشتركة والموحدة، وأيضا فيما يتعلق بواجبات الأركان، وفيما يتعلق أيضا بمنهجية التخطيط للحملات العسكرية سواء في المستوى العملياتي أو المستوى التعبوي وآلية تنفيذها. ستبقى كلية القيادة والأركان منارة علمية وفكرية تقوم بدورها المنوط به والذي يتمثل في رفض قوات السلطان المسلحة والأجهزة العسكرية والأمنية بالكوادر الوطنية المؤهلة والقادرة على حمل أمانة ورسالة الدفاع عن الوطن وعن مكتسباته ومقدراته في ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. شكرا لك سيدي العقيد الركن جوي أحمد بن محمد المشيخي آمر كلية القيادة والأركان بالوكالة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم ولكم جزيل الشكر على حضوركم ووجودكم في هذه الكلية. شكرا لكم سيدي. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى أحد مرافق كلية القيادة والأركان، معلم ملازم أول سعيد السعدي. ملازم أول سعيد السعدي، الكلمة لك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من رحاب كلية القيادة والأركان، والتي استمعنا قبل قليل عن دورها الرائد كمؤسسة تعليمية عسكرية. نحن الآن في أحد القاعات الدراسية بالكلية، ومعنا المقدم سعيد بن سيف السديري من الجيش السلطاني العماني، ومعنا كذلك الرائد حمزة بن إبراهيم الحارثي من شرطة عمان السلطانية. بداية سيدي، لكونك أحد الدارسين بكلية القيادة والأركان، ما مدى الاستفادة الحقيقية التي تلقيتها خلال مراحل الدراسة وحتى الآن؟ أول شيء طبعا نتقدم بالشكر الجزيل لكم برنامج أبطالنا المغاوير على استضافتنا. وحقيقة كلية القيادة والأركان تعد صرحا شامخا من صروح العلم والمعرفة بقوات السلطان المسلحة، تعد أيضا في قمة الهرم بعد كلية الدفاع الوطني، إذ يستفيد الدارسون من خلالها من جميع فنون العلم والمعرفة في الجوانب الإدارية وأساليب التفكير الحديثة ونظريات الإدارة الحديثة. وهذا يوضح حجم العمل المبذول في الدورة من قبل هيئة التوجيه وإدارة الكلية. طبعا حقيقة يشهد لهيئة التوجيه كفاءتها ودعمها للدارسين، وكذلك إدارة الكلية في توفير البنية التحتية التي طبعا تزخر الكثير من أساليب التقنية الحديثة. وكل هذه الفرص وكل هذه المهارات التي اكتسبها أو يكتسبها الضابط خلال وجوده في كلية القيادة والأركان من شأنها أن تصنع منه ضابط ركن ذا قدرات عالية، وأيضا قائد من قادة المؤسسة العسكرية مستقبلا بإذن الله. فنحن حقيقة نقدم جزيل الشكر للكلية على إعطائنا هذه الفرص وتأهيلنا بالطريقة التي تجعلنا أن نكون بناة للمستقبل في المؤسسة العسكرية. شكرا لك سيدي المقدم سعيد بن سيف السديري. سيدي الرائد حمزة، لكونك تمثل شرطة عمان السلطانية، ماذا يعني لك انتسابك لكلية القيادة والأركان؟ إن انتسابي لهذه الكلية العريقة وهذا الصرح التعليمي الشامخ لفخر واعتزاز عظيم، مما يشكل مرحلة جديدة في مسيرتي الوظيفية، متسلحا من متطلبات العلوم العسكرية التخصصية والمشتركة. وتعتبر كلية القيادة والأركان نموذجا فريدا متمسكا بتقاليد الانضباط العسكري ومواكبا لمحطات العصر المعرفية وتمكين القوى البشرية، وداعمة لخطط البناء والتطوير. ويستمد فيها الدارس نجاح بكل إصرار من الإيمان الراسخ من جميع الخبرات والمعارف. شكرا لك سيدي الرائد حمزة الحارثي. هكذا مشاهدين الكرام تعرفنا عن طبيعة الدراسة بكلية القيادة والأركان. نعود لك سيدي النقيب أحمد الصبحي مع ضيوفك الأعزاء
لمواصلة ما تبقى من فقرات البرنامج. شكرا لك الملازم أول سعيد السعدي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. إن الجانب التدريبي والتأهيلي دورا مهما في بناء وصقل فكر الدارس بكلية القيادة والأركان، وللحديث أكثر عن هذا الجانب يسرنا أن نستضيف المقدم الركن علي بن عبد الله الرواحي مساعد آمر كلية القيادة والأركان للشؤون الأكاديمية بالوكالة. أهلا ومرحبا بك سيدي. كما يسرنا كذلك أن نستضيف المقدم الركن بحري أحمد بن سليمان المعمري رئيس الدراسات التخصصية بحر بكلية القيادة والأركان. أهلا ومرحبا بك سيدي. البداية معك سيدي المقدم علي، لو نتحدث بداية عن تنظيم الكلية وأطر العمل بها. الحقيقة فيما يتعلق بتنظيم الكلية فهو يرتكز على شقين أساسيين، الشق الأكاديمي والشق الإداري. فإذا ما تحدثنا عن الشق الأكاديمي فهو معني بتوفير الخدمات الأكاديمية، ويأتي على رأسها طبعا المنهاج والمواد الدراسية التي يتلقاها الدارسون خلال فترة الدورة على أيدي موجهين محترفين، وكذلك بعض المحاضرين من بعض الجهات الحكومية الأخرى وجامعة السلطان قابوس. أيضا فيما يتعلق بالشق الأكاديمي فهنالك مجموعة من الأقسام التي تساهم وتساند العملية التدريبية، منها أقسام أو قسم الإسناد الفني، وقسم الإسناد الأكاديمي، وقسم تطوير المناهج، وقسم ضبط الجودة، وكذلك بعض الخلايا الداعمة كخلية خدمات الدارس والمطبعة وقسم التصميم الجرافيكي وما إلى هنالك من أقسام أخرى. أيضا يعني الجانب الأكاديمي بتنسيق الزيارات للدورة، الزيارات الداخلية والزيارات الخارجية التي تأتي كتطبيق عملي لمحور الجغرافيا السياسية التي هي إحدى المحاور الأساسية في دورة القيادة والأركان. وكذلك يعنى الشق الأكاديمي بالارتباطات مع جهات أكاديمية أخرى وفق مذكرات تفاهم تم توقيعها مع هذه الجهات وعلى رأسها جامعة السلطان قابوس. هذا فيما يتعلق بالشق الأكاديمي. أما الشق الإداري فهو معني بتوفير جميع المستلزمات والمتطلبات الإدارية التي تسند أيضا بدورها الخدمات الأكاديمية بما يحقق طبعا رؤية ورسالة وأهداف وقيم كلية القيادة والأركان. هنالك أيضا فيما يتعلق بأطر العمل بحسب سؤالكم، فالكلية الحقيقة تعمل وفق أطر وسياسات وأدلة عديدة، هذه كلها منبثقة من النظام الداخلي للكلية وهو ما ينظم عمل جميع الأقسام في كلية القيادة والأركان. نعم سيدي. سيدي المقدم الركن بحري أحمد المعمري، لو نستعرض للمستمع الكريم نبذة عن المنهاج العام لدورة القيادة والأركان. نعم طبعا المنهاج العام تم تحديثه بشكل كبير وخاصة مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي اعتبار من الدورة الماضية إلى الدورة 33. المنهاج العام، فترة المنهاج العام هي 47 أسبوع تنقسم إلى ثلاثة فصول، الفصل الأول اللي هو مشترك، والفصل الثاني تخصصي، والفصل الثالث أيضا مشترك. الفصل الأول معني بالإدارة والقيادة وكذلك الإعلام العسكري والقوانين والتشريعات والمنظمات أيضا. بالنسبة للفصل الثاني فهو فصل تخصصي يعني بالجوانب التعبوية، وكذلك تعطى بعض الدروس عن الاستراتيجيات والعقائد في هذا الفصل. إما الفصل الثالث فهو فصل مشترك ما بين جميع الدارسين يعني بالعمليات المشتركة وكذلك العمليات الأمنية. خلال المنهاج أيضا هناك عدة دورات وتقدم من جهات مختلفة، وعلى سبيل المثال دورة العلوم والتقنية تقدم من قبل جامعة سلطان قابوس، دورة الإعلام العسكري يقدم من قبل التوجيه المعنوي برئاسة أركان قوى الصالة المسلحة، كذلك هناك دورة الإدارة والقيادة ويقدم من قبل سلاح الجو سلطان العماني، وكذلك دورة في البحث العلمي وتقدم أيضا من قبل جامعة سلطان قابوس، ودورة في الإدارة والقيادة إدارة الموارد البشرية وتقدم من قبل المديرة العامة للتعليم والثقافة العسكرية بسلاح الجو سلطان العماني. هذا بالنسبة للفصل الأول. كذلك هناك دورات أخرى في الفصل الثالث ومن ضمنها دورة الأمن السيبراني، ويتم دعوة عدة جهات محلية وعسكرية للمشاركة خلال الدورة، يلقي محاضرات هذه الدورة نخبة من المعنيين المتخصصين في الأمن السيبراني. كذلك هناك دورة أخرى في دورة حفظ النظام
من قبل خبير متخصص، ويختتم المنهاج العام بتمرين نهائي، تمرين عملي وهو تمرين الحزم. نعم سيدي المقدم الركن على الرواحي، سيدي أين وصلت الكلية في مجال التحول الإلكتروني والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة بما يتعلق بالعملية التدريبية بكلية القيادة والأركان؟ نعم، الحقيقة كما أشرت سابقا توجد لدى الكلية العديد من السياسات والأدلة التي تعمل الكلية بموجبها، وتوجد هنالك خطط تنفيذية منبثقة من هذه السياسات. تهدف الكلية من خلال تحقيق هذه الخطط التنفيذية إلى تحقيق عدد كبير من الأهداف، أحد هذه الأهداف هو التحول الإلكتروني. فالحقيقة قطعت الكلية شوطا الحمد لله في هذا المجال فيما يتعلق بالبيئة الإلكترونية، وهنالك مشروع حيوي لدى الكلية الآن تعمل عليه، وهو مشروع البيئة الإلكترونية، وهو مشروع طموح وسوف يحدث نقلة نوعية في مجال التدريب المتبع في الكلية. طبعا الكلية تستعين بالعديد من التطبيقات التقنية، ولعل ما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة في هذا المجال كان عاملا مساعدا لتحقيق هذا الطموح، وسهل عملية الانتقال إلى البيئة الإلكترونية، سهل الكثير من الجوانب. على سبيل المثال الارتباط مع الجهات الأكاديمية الأخرى كان ارتباطا عن بعد بسبب استخدام التقنية الحديثة. كذلك هنالك مجال لمحاكاة الإجراءات المتبعة في العمليات المشتركة والعمليات المشتركة الموحدة وكذلك المشتركة التكاملية، بغض النظر عن مواقع الخلايا التي تمثلها هذه القيادات. ولعل أبرز دليل على هذا هو دمج بعض أحداث التمرين النهائي لدورة الدفاع الوطني مع التمرين النهائي لدورة القيادة والأركان، وكذلك أيضا هذا الدمج حدث عن بعد، أي باستخدام التقنيات الحديثة، وهذا طبعا يعكس مدى استفادة المؤسستين من التكنولوجيا وتوظيفهما فيما يحقق ويساعد على إنجاز الأهداف التدريبية لدى المؤسستين. نعم سيدي، نلتقي إليك المقدم أحمد المعمري. ما هي الخطوات التي اتخذتها كلية القيادة والأركان فيما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي؟ جاء انضمام كلية القيادة والأركان إلى عملية الاعتماد الأكاديمي بناء على أوامر سامية المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد طيب الله إثراه. بناء عليه جاءت توجيهات أيضا من رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للمضي قدما في عملية الاعتماد الأكاديمي. شكلت لجنة رئيسية برئاسة آمر كلية قيادة وأركان في هذا الشأن. من هذه الكلية أيضا انبثقت لجان فرعية، كل لجنة فرعية كانت تعني بمعيار من معايير الاعتماد الأكاديمي. دخلت الكلية في المرحلة الأولى من الاعتماد الأكاديمي، وهي مرحلة ترقيق الجودة المؤسسية. تمت زيارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم للكلية، وبناء عليه صدر تقرير بهذا الشأن بالمرحلة الأولى. في التقرير ظهرت بعض الإشادات التي قامت بها الكلية وكذلك التوكيدات، وكذلك ظهرت بعض التوصيات. بناء عليه واصلت اللجان في تنفيذ هذه التوصيات. هذا بالنسبة للمرحلة الأولى. بالنسبة للمرحلة الثانية، الحين الكلية تسعى جاهدة للاستعداد للمرحلة الثانية من عملية الاعتماد الأكاديمي، وهي مرحلة تقويم المعايير المؤسسية. استطاعت الكلية في خلال الفترة المنصرمة إنجاز العديد من المهام، ومن ضمنها الخروج ببعض السياسات والأدلة، كذلك تحديث النظام الداخلي، كذلك الخروج بالخطة الخمسية، الخطة الاستراتيجية والتنفيذية الخمسية القادمة، واللي هي تبدأ من هذا العام 2021 وحتى نهاية عام 2025. كذلك تم تعديل المنهاج العام للكلية بما يتناسب مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي، وكذلك تم تغيير أساليب التقييم والتقويم للدار. نعم سيدي، نشكر المقدم الركن علي بن عبد الله الرواحي مساعد آمر كلية القيادة والأركان للشؤون الأكاديمية بالوكالة، شكرا لكم سيدي. شكرا. كما نشكر المقدم الركن بحري أحمد بن سليمان المعمري رئيس الدراسات التخصصية بحر بالوكالة بكلية القيادة والأركان، شكرا لكم سيدي. شكرا. شكرا. مشاهدينا الكرام، نأخذكم الآن إلى جولة أخرى في إحدى مرافق الكلية مع الملازم محمد البوسعيدي. الملازم محمد الكلمة لك. نعم النقيب أحمد، مشاهدينا الكرام، نحن الآن في مكتبة كلية القيادة والأركان. هذه المكتبة التي تقدم مجموعة من الخدمات للدارسين من خلال ما تحتويه من العديد من المصادر، وللحديث أكثر معنا الضابط مدني
ندى بنت خميس السهية مساعد أمين مكتبة كلية القيادة والأركان. الضابط مدني ندى، لو نستعرض للمشاهد الكريم نبذة عن مكتبة كلية القيادة والأركان والخدمات التي تقدمها. مكتبة كلية القيادة والأركان مكتبة متخصصة في العلوم العسكرية والاستراتيجية، تم افتتاحها عام 1988 تحت الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس طيب الله الثرى. تهدف إلى خدمة عملية تعليمية وتدريبية بالكلية وكذلك خدمة الضباط على مستوى قوات السلطان المسلحة والأجهزة الأمنية بالسلطنة. تتكون قاعدة بيانات المكتبة من مجموعة مصادر معلومات متنوعة متمثلة أولا في الكتب، ويبلغ حاليا عددها 27,000 كتاب بين اللغتين العربية والإنجليزية. كذلك توفر في المكتبة البحوث العلمية التي يقدمها الضباط دارسين بالكلية والرسائل العلمية التي تصل إلى المكتبة عن طريق الإهداء، أيضا مصادر مرجعية مثل الموسوعات والقواميس والأطالس وكذلك المطبوعات الحكومية. ماذا عن الخدمات التي تقدمها المكتبة للدارسين؟ نعم، تقدم المكتبة مجموعة من الخدمات للدارسين متمثلة في خدمة الإعارة وخدمة التصوير وخدمة البحث الإلكتروني وخدمة الإنترنت. الجدير بالذكر أن مكتبة كلية القيادة والأركان تشترك مع 13 مكتبة بوزارة الدفاع في قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، وتدعى شبكة مكتبات قوات السلطان المسلحة، وهي متاحة لجميع المستفيدين على مستوى وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة من خلال الشبكة الداخلية لوزارة الدفاع. نعم، شكرا للضابط مدني ندى بنت خميس السهية مساعد أمين مكتبة كلية القيادة والأركان. مشاهدينا الكرام، تعرفنا وإياكم على أدوار وخدمات مكتبة كلية القيادة والأركان. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام لتكملة ما تبقى من فقرات البرنامج. مشاهدينا الكرام، ستبقى قوات السلطان المسلحة دائما وأبدا السياج المنيع لهذا الوطن العزيز، مسخرة جميع الوسائل والقدرات المادية والبشرية من أجل استمرارية التطوير والتحديث، لتبقى فاعلة وقادرة على حماية هذا الوطن العزيز، حاملة شرف أمانة الدفاع عنه وضمان استقراره، وقادرة على حماية منجزاته وتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم. وسيبقى منتسبوها دائما يسيرون على نهج قائدهم المفدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه. مشاهدينا الكرام، بهذا أتينا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الشهر من برنامج أبطالنا المغاوير، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.